في السؤال الثالث في الحقيقة يعني هي أصبحت ظاهرة الآن، موضوع الصيد تحول من مجرد هواية أو مجرد بحث عن مثلا أكل إلى آخره إلى أصبح كنوع من التجارة. هو ذكر مشهد من المشاهد اللي هو أن بعض الناس يضعون في الصحراء يعني حوض ماء فتأتي الطيور تنزل إليه، ثم بعد ذلك هم يختبئون، مجموعة يختبئون فيبيدون في المرة الواحدة، يعني نتكلم عن عشرات أحيانا وأحيانا مئات من الطيور التي تأتي لأجل شرب الماء. أمس رأيت أحد الأشخاص يعرض نوع من الطيور المهاجرة، يقول عندي، هو يعرضها للبيع، يقول موجود عندي 30,000 من هذه الطيور حفظها في الفريزر ويبيعها للناس. السؤال الآن يعني موضوع الصيد يعني هو في الأصل مباح، لكن هل هناك ضوابط لمثل هذا اللي قاعد يصير الآن نراه من يعني إبادة لأنواع كاملة من موضوع الطيور؟ فيما يتصل أولا بالصيد هو مما أذن الله تعالى به وأباحه، قال تعالى وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ثم بعد ذلك إذا زال التحريم حل. فالصيد الأصل فيه الإباحة والحل، لكن يجب أن يراعى فيه أمور. الأمر الأول أن لا يسلك في ذلك مسلك الأذى والقتل البشع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث شداد بن أوس، فالصيد إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. الثاني أن لا يتخذ هذا الصيد لهوا وعبثا، فإن هذا مما يوجب العقوبة، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كما في صحيح الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى شابين من قريش يصيدان طيرا بنبالهم على وجه العبث وعدم القصد واللهو، فقال لما رآهما على هذه الحال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن من اتخذ شيئا من الروح غرضا، لعن من اتخذ شيئا من الروح غرضا. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل ذي الروح غرضا، أي موضعا للتصويب، فإن ذلك مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مما ينبغي أن يراعى أيضا ثالث ما يراعى فيما يتعلق بالصيد، أن يطاع في ذلك ما يكون من الأنظمة التي تأذن بالصيد في زمان وتنهى عنه في وقت، فطاعة هذا مما أوجبه الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلا يجوز أن ينتهك الحدود فيصيد في زمن يمنع فيه الصيد، لأن المنع لمصالح ولتحقيق منافع ودرء مفاسد، وما أمر به ولي الأمر مما يصلح به معاش الناس مما يندرج في هذه الآية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأمر الخامس فيما يتعلق بالصيد ألا يصيد ما لا يحتاج إليه، فإنه إذا صاد ما لا يحتاج إليه كان ذلك إسرافا، والله لا يحب المسرفين. لكن إن كان يصيده ليبيعه وعنده القدرة على تخزينه وحفظه وراعى ما تقدم من التنبيهات فإنه لا حرج عليه. وأنا لا أتحدث عن مقطع معين ولا عن صورة معينة لأني لم أشاهد، أنا ما أتكلم في الجملة ما ينبغي أن يراعى في مسألة صيد الطيور وسائر الحيوانات.